السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مساء الأخبار. تحياتي لكل المتابعين، معكم مازن المصري. بوجه الحب والتحية والاحترام لكل اللي بيشوفونا من أي حتة في العالم، فضلا وليس أمرا. في البداية كل اللي مطلوب منك أذكر الله في التعليقات، اكتب الله أكبر والضغط على زر الإعجاب. أستحلفكم بالله كل من يشاهد هذا الفيديو الضغط على زر الإعجاب، عشان هنقول لأربع دول عربية موضوعات مهمة جدا ومجموعة من الهزات والسلاسل الأرضية والهزات القوية هنشوفها مع بعض. فضلا وليس أمرا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وده مش همنا على اللايكات ولا حاجة، ده علشان بس الفيديو يروح لأصحابه. وبنوجه كل المتابعين لذكر الله في البداية. طيب تعالوا مع بعض نشوف الأرض بتفتكر يعني إيه. الأرض بتفتكر وزلزال المغرب واللي حصل دلوقتي في المغرب وأشياء تانية بخصوص الفيضانات وحاجات بتظهر كده بتخلي الأرض زي ما قلت لحضراتكم تتذكر أو بتفتكر. الكلام ده هتقولي إنه مش علمي وهتخش معايا في جدال طويل. يلا نبدأ عشان محدش يقولي دي مقدمة والكلام الجميل اللي بسمعه في التعليقات بعد المجهود اللي الواحد بيعمله ده. ساعات بناخد بعض التعليقات كده اللي بيبقى هدفها حاجة تانية، ولكن أنا بسيب اللي يتكلم ويكتب يكتب، بقول كله عند رب العالمين هو اللي شاهد فقط. يلا نشوف مع بعض مجموعة من الهزات الأرضية. هتقولي يا عم ده ما حصلش زلزال في المغرب، اهو تعال اوريك على الخريطة هزة أرضية 2.7 في الحسيمة اهو، التوقيت وكل شيء قدام حضراتكم 2.7. هتقولي ده مش محسوسة واحنا عايشين في المغرب وما حسيناش. ممكن لان 2.7 مش قوية. طب تعال اوريك الجزائر، وبوجه الاحترام لاخواتي واحبابي في الله اهل المغرب وشعب الجزائر ايضا، اخواتي واحبابي في الله، اقسم بالله دون رياء او نفاق احنا بنكن لكل الشعوب العربية الاحترام والحب، بنكن لكم كل الحب والاحترام. ادي هزة ارضية في الجزائر 3.5 او 3.5 على مقياس ريختر، زي ما انتوا شايفين تحت منطقة المدية، وهجيب لك فين بالظبط، قصر البخاري، فوق قصر البخاري او اولاد هلال. انا بخش اهو كأني زرت البيوت المغربية، البيوت الجزائرية الحرة. وكمان بالمناسبة رئيس دولة الجزائر تم انتخابه مرة اخرى، ويعني فترة جديدة للرئيس عبد المجيد تبون. بوجه لشعب الجزائر مرة تانية كل الحب. طيب هل هذه الهزات فقط؟ لا، هوريكم دولة عربية اقترب منها الزلزال ايضا اللي كنت بتكلم عليها الفيديو اللي فات. فين؟ ايران. بصوا هزة ارضية في ايران عاملة ازاي، ادي الهزة الارضية في ايران وادي الكويت، بصوا بتقترب عاملة ازاي. ناس كتير هتقولي ده بعيدة ومش بعيدة، انا بقولك والعلم عند الله، 4.1 على مقياس ريختر في ايران، وادي بص المسافة بينها وبين الكويت قد ايه، او الحدود مع العراق. هذه الدول العربية اذا كان العراق او الكويت، مش هقول ان هي مهددة بهزات ارضية او هذا الكلام، لكن انا بوريكم الهزة الارضية اللي اقتربت منها، وانتوا ليكوا مطلق الحرية، ولكن انا شايف ان ممكن يحصل هزات ارضية في الفترة القادمة في هذه الدول، اذا كان في العراق، الكويت، المغرب، الجزائر، وخصوصا بعض المؤشرات اللي شفناها دلوقتي في المغرب والجزائر قدام حضراتكم مرة تانية ودخلت على المناطق. طيب تونس الهزات الارضية اللي قدامها زي ما قلت لكم بتختفي وبتظهر والارض بتفتكر يعني ايه. هنشوف بس التقرير اللي معانا وهنرجع نكمل عن الدول العربية. اهو تقرير قصاد حضراتكم من موقع الوطن بيقول ذكرى الزلزال المدمر، عشرات القتلى والمفقودين بسبب كارثة جديدة بالمغرب. والزلزال بتاع الحوز لحد دلوقتي في ناس كتير متضررة منه. صدفة غير سعيدة مرت على دولة المغرب الوقت اللي الناس بتحيي فيه الذكرى الاولى لزلزال القرن اللي حصل يوم 8 سبتمبر العام الماضي. بصوا بقى زي ما بقول لكم
منطقة الحوز جنوب غرب المغرب وصلت تبعاته إلى مختلف مناطق البلاد وأسفر عن مقتل 3000 شخص وإصابة أكثر من 5000 وخسائر ضخمة كبيرة جدا. تعاني البلاد من سيول وفيضانات، ربنا يحمي أهل المغرب طبعا وشعب المغرب الحر، وفيضانات بسبب خسائر جديدة في الأرواح والممتلكات. وحصل في ذكرى الزلزال في الحوز اللي وقع في الثامن من سبتمبر زي ما قلت لحضراتكم، حالة الطقس في المغرب في تساقط لأمطار غزيرة بتسبب سيول قوية قوية جدا جدا مستمرة حتى الآن لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها. أهل المغرب بيبعتولي وبيقولولي إمتى هتقف هذه يعني السيول، انا بقول لكم 10 ايام من دلوقتي وهنشوف الدنيا فيها استقرار. هتقولي طب انت جبت الرقم منين؟ انا حذرت في شهر سبتمبر بعض الدول، العلم عند الله واللي متابعني عارف انا بقول ايه. عدد من المناطق منها اقليم قطط طبعا وكليم وغيرها من المناطق، بصوا دي صور حقيقية، صور حقيقية يعني اوقات الامطار الغزيرة والسيول اللي في البلاد، حاجات برضو بتحصل كده. في 14 شخص راحوا في الموضوع ده، ما تفتكرش ان انا بقولك سيول وفيضانات وبنعمل مجرد خبر، لا ده في 14 روح راحوا طبعا، اخواتنا واحبابنا اللي كل لحظة فيها ناس بتروح، يعني ارجو الدعاء ليهم برضو، حسبي الله ونعم الوكيل. ولكن ده من جراء يعني هدم المنازل الطينية وتدمير الطرق بالكامل، وفي انقطاع كهرباء وشبكة الهواتف الناقلة في اقليم بالمغرب. الحياة توقفت تماما بسبب هذه الاشياء، والسلطات المغربية قامت طبعا بالمجهودات، والارض زي ما قلت لكم بتفتكر في حاجات بتحصل كتير في الارض، لان الناس اللي ساعات بتاخد الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم اذا كان هما هو في شعرة كده ما بين الصدق وما بين الدجل والشعوزة والكلام الفاضي. ففي ناس ساعات بتصدق اللي احنا بنقوله وفي ناس تفتكرها دجل وشعوزة والعياذ بالله. فانا بقولت لحضراتكم ان في خلال شهر 9 في بعض الدول العربية هتشوف، يعني مش عايز ما بحبش استخدم كوارث ومصايب وحاجات زي كده، ولكن هو بيحصل قدام حضراتكم دلوقتي في الاراضي المغربية. طبعا زي ما بقول لكم 10 ايام من دلوقتي يبدأ يهدأ الحال، على يوم 19 18 20، لكن الهزات الارضية ممكن نشوفها في المغرب مرة تانية، الجزائر مرة تانية، سوريا مرة تانية، يعني ادي برضو الهزات في اسكندرون وغيرها من الهزات الارضية. طبعا هناخد جولة بسيطة كده مع حضراتكم وهقول لكم الاسماء بتاعت شهر 9 وتكملة للاسماء. زي ما انتم شايفين نيوزيلندا 2.8 وكاليفورنيا 1.6، حاجات بسيطة. تشيلي 2.8، اليابان 4.2 وغيرها من الهزات البسيطة. هجيب لحضراتكم هزة بقوة 5 ريختر. في زلزال ايضا 4.2، ده في اليابان حصل منذ قليل، و4.7 في اليابان. هقول تاني للناس اللي هي بتدخل لأول مرة معانا، هجيب لكم بس علشان الناس تبقى متابعة وفاهمة، في ناس لأول مرة بتشوفنا ومش عارفة احنا بنقول ايه، فانا جايب لكم ادي الخريطة بس هيطلع لانه دخل بالخريطة بالغلط. طيب هنرجع تاني، ادي عشان بس الناس اللي تبقى فاهمة احنا بنقول ايه. هنا عند الدايرة الحمراء دي قوة الريختر، وهنا التوقيت من 56 دقيقة، وهنا اسم الدولة، وهنا المقاطعة او المدينة، وهنا علم الدولة. انا كده اشرت لحضراتكم علشان الناس اللي بتشوفني لاول مرة درجة الريختر، التوقيت، اسم المدينة والبلد يعني العلم بتاعها، هنا البلد واسم المدينة. طيب علشان بس نبقى فاهمين، في اليابان زي ما انتم شايفين 4.7، وجواتيمالا بتهتز، المكسيك 3.4، كل ده هزات متوسطة. ادي زلزال 5 ريختر
اهو قدام حضراتكم على الخريطة. هو يعني مش في منطقة سكنية، اهو ده في المحيط الهندي جنب مدغشقر كده تحت خالص، اهو قصاد حضراتكم، غير مؤثر ولكن 5 ريختر قوي. وفي زلزال تاني هشوفه دلوقتي 3.4 ده في امريكا برضو، وجواتيمالا مرة تانية، وهاواي، وبعض المدن، وفي بورتريكو. طيب ننزل في زلزال تاني انا شفته منذ قليل، تشيلي 3.4، بعض الهزات الارضية. والمنطقة اللي انا بخاف منها هي بابوا غينيا او نيو غينيا او غينيا الجديدة، المنطقة دي بتعيش مش على بقى صفائح تكتونية، وانا حاسس ان المنطقة دي في فترة من الفترات ممكن تنفجر بالكامل، تنفجر من زلزال، مش عايز اقول شرس، زلزال عنيف، وهو زلزال ممكن يكون واحد من اقوى الزلازل اللي ممكن نشوفها في عصرنا وفي وقتنا. حتى هذه اللحظات انا بجيب لحضرتك لحظة بلحظة اللي بيحصل وانت معاه دلوقتي الساعة 11 صباحا بتوقيت مصر، علشان بس تبقى متابع معايا كل اللي بيحصل من هزات ارضية حصلت خلال الساعات الماضية. هجيبها لكم، هي من كتر الهزات الارضية، هي اهي، هي دي من 8 ساعات، اهي بابوا غينيا او نيو غينيا او غينيا الجديدة 5.2، والمرة دي بقى وسط السكان، وسط السكان. ناس كتير بتقول لي هو انت بتجيب منين الحاجات دي، احنا ما سمعناش عنه، وبعد 4-5 ساعات بيرجعوا يعلقوا لي تاني يعني على الفيديو، بنعتذر لك، وفعلا الانباء والاخبار نزلت، ولكن انا بقول لكم ده عند رب العالمين مش عند حد. فيعني ما علينا، في ناس كتير عشان كده احنا بنجيب الحاجة قبل ما بتنزل. يعني ناس كتير بتقول انت بتقعد تتكلم عن نفسك يا جماعة احنا بس بنقول المجهودات اللي احنا بنعملها. وبشكر كل الناس اللي عملت لنا اشتراكات في قناة مساء الاخبار، واللي دعمتنا بالسوبر سانكس وبعتت لنا حاجات، يعني بشكركم كل الناس اللي بتحبنا من قلبها وبتدعمنا. طيب ملوك شهر 9 للاسماء، مريم، اسم مريم واسم صفية، مريم وصفية ووائل، الثلاث اسماء دول في شهر 9 او الجزء الثاني او من يوم 15/9. في ناس هتقولي طب من مواليد كام؟ من اول مواليد 77 لهذه الاسماء حتى مواليد 97. الاسماء دي هتشوف حاجات كانت بتتمنى ان تحدث لها في حياتها خلال الفترة القادمة، والعلم عند رب العالمين. اتمنى لكل اللي بيسمعني في هذه اللحظة الحب والتحية والستر والاحترام والحب. بنتابع معاكم الزلازل وتوقعات الزلازل والاشياء اللي بتحصل في العالم، فما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وذكر الله، واعملوا مشاركة للفيديوهات بتاعتنا في كل حتة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.